أنا ولدت في طرابلس لبنان، في منطقة شعبية جدا قريبة لسوق اسمه سوق الذهب. والدي كان يشتغل في المجوهرات. كان عمري تقريبا 5 سنوات لما تركت لبنان لبيروت، وبلشت دراستي في بيروت في مدرسة اسمها الانترناشنال كوليج، المدرسة الدولية، اللي هي بتعتبر من أرقى المدارس الثانوية في العالم العربي في لبنان، وكانت بوقتها في العالم العربي طبعا. بس خلصنا الابتدائي بلشت الثانوي، كان معي عدة أشخاص من البحرين، واحد منهم عبد الرحمن جمشير، نسيت أسمائهم، بس يعني كان في معنا فريق بحريني جيد. وعبد الرحمن جمشير كان معي روميت، أنا كنت أسكن داخلي في المدرسة الداخلية، كان روميت لإلي. فالحمد لله يعني بعدين رحت الجامعة الأمريكية، درست في الجامعة الأمريكية واشتغلت في لبنان لحديت سنة 1975. 75 صارت المشاكل في لبنان، فتحت مكتب برومو 7 في فورتشن برومو 7، في هي الإعلانات كانت في لبنان، وانطلقت من هناك. والحمد لله بظرف يعني بال 75 كان مكتبي مكتب يعني مهم جدا في لبنان، معترف به، وكان يعني صار عنده أهمية، لأني كنت عالج الأمور بجدية وما أخذ الإعلان كبس عبارة عن ديزاين ورسمة، وكان فيها تعبير أغمق من هيك. كنت أدرس الصنف أكثر وتعمق بشخصيته للصنف، يعني لقيله شخصية للصنف. وربحت جوائز كثيرة في لبنان على أعمالي، وكانت كلها تعطي نتائج جيدة للأصناف اللي كنت أعلن عنها. بعد ذلك صارت الحرب في 75، وشعرت نفسي بأني لا أنتمي إلى لبنان بعد ذلك، لأنه لا أؤمن أنا بأنه الفرق بالدين أو بالشعور أو أو فرق باللون أو الفرق بالجنسيات إلا قيمة. قيمة القيمة هي الحقيقية، هي قيمة الإنسان. الإنسان أهم من كل الأشياء الثانية. سبحان وتعالى بيجيبنا للأرض، بيجيبنا كإنسان كفرد كنفس. وبعدين إحنا بنصفي عرب أو إنجليز أو يابانيين أو اللي هو، وبناخد لحالنا شخصيات مختلفة عن بعض، أو بنصفي نتحيز لدين معين أو لطرف معين أو للون معين. أو وهذا كله خطأ، لأنه المفروض نعيش مع بعض، نتفاهم مع بعض، لحتى نقدر نعطي إنتاجية أفضل ونبني مجتمع أفضل، نبني فيه أخلاق ناس ومجتمعات، وكلها تكون كل إنسان يعطي، كل مجتمعات أعطى، يعني كل إنسان يعطي بما الله أعطاه إياه من موهبة أو من مقدرة. عشان هيك تركت لبنان وجيت إلى دبي في الأساس. فشعرت إنه دبي كانت بوقتها بال76، جيت لدبي لقيت حالي إنه دبي كانت عبارة عن تقريبا حلوة، بس ما كان فيها بعد تطور إعلاني، حتى ما كان في جرائد أو مجلات، ما كان في تلفزيون، بعد التلفزيون بادئ عمله، وراديو، وكان كتير يعني بعده في أول بدايته، فما كان في يعني ثلاث أرباعه كان أناشيد وقرآن وأحاديث للأمراء وللشيوخ، طبعا الأمراء الشيوخ، فما كان في غمق كمان يعني، بس وكمان ما كان في وسيلة إعلانية. فاخترعنا وسيلة إعلانية اللي هي عبارة عن، كان في مؤسسة اسمها رويترز تعطي الأخبار على شيتس، صرنا ننقل الشيتس، نطبعهم، نطبع فيهم إعلان ونوزعهم على المنطقة اللي احنا فيها. صار في عنا توزيع تقريبا، وفي كان بوقتها طبعا كتير أشخاص يشتغلوا، بدهم يتعايشوا يعني، فبعد ما يخلصوا شغلهم ياخذوا مني هالأعداد هذه ويوزعوها على السكن وعلى المكاتب وعلى أتساترا. بعدين جيت للبحرين في زيارة، مثل ما فضلت وقلت لعن جميل وفا، وحبيت البحرين، ولقيت إنه البحرين هي عبارة عن أولا نافذة، يعني أقرب إلى لبنان من حيث تكوينتها، حتى المذاهب المختلفة أو العروق المختلفة أو الأديان المختلفة الموجودة في لبنان هي موجودة في البحرين، بس كان في تفاهم، وبعض في الحمد لله في تفاهم بين الناس وبين بعضها، وحبيت هالشيء هذا. وثانيا
كان هدفي ان ادخل لسوق اكبر لانه سوق البحرين برضه صغير واللي هو كان السوق السعوديه. فبلشت اشتغل من هنا وبلش بمكتب يمكن 3-4 اشخاص. طبعا ما عندي فلوس بس الحمد لله قدرت اني ادبر اموري. وبعدين شوي شوي كبر المكتب يعني بقول لك وصلنا تقريبا كان الهيد اوفيس تبع شركه وصلنا 250 شخص تقريبا. وكل العائلات اللي بعرفها في البحرين بطريقه ما مروا علي اولادها وتدربوا عندي وصار عندهم مراكز مهمه كثير في البلد وكلهم بيتذكروني بالخير لانه بالنسبه لهم كنت مدرسه جديده. وكنت انا دائما انا بحب الناس يعني طبيعتي فحب الموظف وحب الشخص اللي بيكبر معي وبينتج بيعطي نتيجه وبيوصل. هذه بدايتي. الوالد كان تاجر ذهب وكان يعني عمل اول مصنع لسلاسل الذهب في العالم العربي يمكن كان يشتريهم من اوروبا جاب مصنع وعمل صار يعمل سلاسل الذهب مصنعه واشتهر. والدتي كانت مدرسة ومعلمة وصارت مديرة مدرسة في 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 بيروت في الضاحية وصارت مدرستها من أكبر مدارس للبنات الخاصة وكبرت. طبعا لما اجت الحرب كله دهور وهي ماتت مسكينة وأنا صغير على كل حال. بس المدرسة استلموها ناس بعد منها وشغلوها كويس الحمد لله. تمام. فطبعا تأثير كبير لأنه عندي العلم وعند التجارة فجمعت. وأنا كنت من أنا وصغير وعدت والدتي كان عندي وعد لوالدتي الله يرحمها إني أكمل دراستي. قالت ما طلب منك شيء تاني اعمل اللي أنت بدك إياه لا تكذب ولا تسرق وكمل دروسك كمل علمك خلص جامعة لأنه هي كانت خريجة جامعة. هاي وصيتها لإلي صراحة لأنه والدي كان عنده أولاد التانيين أكبر مني فكانوا هم أعطاهم هو الأولوية ياخذوا الذهب وانا ما اعترضت لانه كنت برضه العلم تبعي ثقافتي حدفتني شوي عن موضوع المهنه كمهنه فصرت يعني تقريبا افكر بالاعمال اللي تحتاج علم ودراسه اكثر بكثير من تكون بس عمليه تاجر عادي يعني بواسطه الوالده بواسطه الوالده اي نعم هي بركات الوالده صحيح الام ذات العلا لابنها هاي الحقيقه. شوف الوالده اهم شيء في حياتك. شوف الدنيا كل واحد لا لا يقدر المرأة وقيمتها في الحياة مجرم لأنه هي جابتك. فلما أنت بتتزوج أو بيكون عندك أخت عملها بطريقة أنه هذه هي أساس مكون المجتمعي وإذا كانت الأم صالحة بيطلع منها نوابغ. يعني صراحة من أصعب مواقف المرت علي دائما أنا بخاف من الفشل مثل كل إنسان بس طبعا ما يعني بخاف من الفشل بس مثابر. يعني اذا فشلت برجع بحاول ما دونت جيف اب مثل ما بيقولوا ما 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 عندي هذا عملية الاستسلام موضوع بالنسبه لي غير وارد بصراحه فدائما بحاول. فمن المواقف الصعبه اللي كانت عندي مره اني فت على على على, على جلسه كنت عم بعمل اعلانات لشركه اسمها بي ام دبليو ودخلت على البي ام دبليو وعلى إدارة التسويق قلت لهم انا فكري ان الاعلانات اللي انتم تنزلوها في العالم العربي غير نافعه لانه عم تحكيني انت على التكنولوجي وبتحكيني على الـ عن الـ عن الـ عن 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 توفير في الـ في الـ في البترول ومصروف البترول هذه اشياء ما بتهم الانسان العربي. اللي بيهم الانسان العربي هو نفسيته لانه الانسان العربي معتبر نفسه انه هو اقوى ما يمكن على على البشر هو اقوى من الناس كلها بكل شيء وهو رجل. فقلت له نصيحه مني اذا بدنا نعمل لازم نغير الاعلان. فطلع ولا فايت تشيرمان تبع بي ام دبليو لانه كان يهمه انه يكبر ميدل ايست. كانوا بوقتها بيبيعوا 300 سياره في العالم العربي كله كل العالم العربي وكان لبنان اكبر سوق لهم. والبحرين كان ما في شيء ارقام بسيطه 20 سياره 5 سيارات 10 سيارات. المهم فطلع فيه قال لي يعني شو رأسك يعني؟ قلت له يعني انا قصدي انه تغير اللهجه وتغير الكلام وتغير التفكير تبعك بالنسبه للمستهلك العربي.
انت بدك تبيع ولا بدك تعمل بس دعايه لتنبسط بنفسك؟ اللي طبعا بدي ابيع، شو هدف الدعايه يعني؟ قلت له معناته بدك تغير. فطلع فيه هيك قال لي يونغ مان، كان بعد الولد الصغير، انا اؤمن فيك، روح فكر بكامبين ورجع لي فيها. وهذا اللي صار، فكرت بكامبين ورجعت له فيها وراح راس موافق عليا. كانت الكامبين بسيطه جدا، لما وصلت تقريبا لسن معين يعني بالخمسين، وشعرت انه التكنولوجي بلش يتغير في حتى في الاعلان، وشعرت انه الديجيتال والسوشيال ميديا وهذه الامور هذه كلها سوا جاي تلتهم الاعلان التقليدي، تلتهمه. قررت اني انسحب واني احط مكاني رجل ذو خبره في الحق هذا، وكان اصغر مني بكثير طبعا، وكان عنده كان عنده مش بس خبره، كان عنده شغف في التكنولوجيا هذه، في التكنولوجيا الجديده. فانا سحبت وسلمت الشركه، وصار موظف عندي، انما ياخذ معاش كبير جدا، وكبر الشركه ضعفين عن لما كنت انا فيها ما شاء الله خلال 3 سنوات. نقلنا الشركه الى دبي، لانه البحرين صارت سوق صغير، صار سوق الاعلان كله بالنسبه للاعلان طبعا، مش سوق صغير هو بحد بالمطلق، انما بالنسبه للاعلان، وصارت دبي هي الاساس. وشركه فورتشن برومو 7 اليوم هي جزء من مجموعه اعلانيه كبرى فيها حوالي 4600 موظف، والتيرن اوفر تبعها يفوق بليون ونص دولار بالسنه. وعندنا واكبر شركه في العالم العربي، وعندنا شريك امريكي معنا بعد 55% لحتى حافظ على استمراريه والتعليم وتثقيف الموظفين اللي عندي ويندمجوا بمجتمع دولي اعلاني. وبعدين نقلت من هنا، لما سلمت الشركه بال50 انتقلت الى حائل الميديا، سوري العقاري والتوظيف والترويج العقاري، وكمان الديفلوبر يعني منشط عقاري مستثمر عقاري. والحمد لله اخذت فلوس من بيع الشركه، فصار عندي فلوس راس مال جديد اقدر استثمره في العقار، والعقار بده راس مال اكبر. وكبرت الشركه وصارت تكبر، واليوم في عندي عقاري، في عندي شركة خدمات هندسية اللي بنعطي الأشغال فيها لعدة شركات، منها بابكو، منها في عندي شركة للفنادق والمطاعم والإتسترا. صار عندي عدة شركات تانية لأنه صفيت متفرغ، وصار اهتمامي أني ألاقي الرجل المناسب للشركة المناسبة، وأنا مشرف على الكل. أنا الحقيقة مفروض مش بس أنا ساكن وعايش في البحرين، أنا بحريني هلأ من حوالي تقريبا 23-24 سنة. وانا بقول لك يا بصراحه انا اي نعم الحمد لله. فانا بدي اقول لك يا الشيخ عيسى اعطاني اياها، وبدي اقول لك اياها انه انا حقيقه بحريني باختياري، يعني مش بس لانه الجنسيه، لانه انا محب لهالبلد هذه، بحب الناس اللي فيها. وانا برايي انه اهم عنصر عندنا يا في البحرين، او اهم راس مال عندنا يا في البحرين، هو الانسان. ترى الانسان البحريني انسان هائل عظيم جدا، اولا متواضع، بيحكي ابداع، وهذا اللي صار عندي. في كثير من البحرينيين اللي اشتغلوا معنا ابدعوا وصاروا مهره وصاروا مهمين جدا في المجتمع. فبدي اقول لك يا هذا السبب الاساسي. انما حقيقه انا في كون عايش هنا، انا عندي شغل كبير في لبنان، عندي شغل كبير في دبي، عندي شغل كبير في استراليا، فيني يكون حتى اكون فيني في لندن، لانه شغلي صار على الكمبيوتر اكثر ما يعني فيني يكون، انما لن اترك الا البحرين. هذا بالنسبة لي خط أحمر. والكل بيقول لي يا أخي تعال، بقول لا 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 لا، بزور، بروح، بشوفكم كذا، بس أنا عايش حياتي في البحرين. بدكم تعيشوا معي تعالوا عندي لعنا على البحرين. وش اللي يخليك تحب البحرين؟ أمل لك الناس سبحان الله، الناس 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 هي كل شيء. فمهما كان عندك فلوس، إذا الناس ما هي خرج ما تقدر تعيش معهم. أنا شايف إن شاء الله إنه البحرين مستقبلها جيد جدا، مزدهر. وانا بقول لاولادي، حتى ابني كريم كان عايش في لبنان لفتره لانه استلم ماكدونالدز في لبنان، وهلا ساكن في البحرين ومرتاح جدا هو وعائلته في البحرين، زوجته بحرينيه كمان. مستقر بقى في البحرين. ايه ما حبوا هي وياه راحوا على لبنان لان شغله كان هناك، هو كان بيشتغل في الضيافه.
في المطاعم وكذا. فلما لما صار عندنا ماكدونالدز في لبنان سلمت لابني وراح اشتغل هو فيها وانتج فيها الحمد لله. بعدين لما صارت المشاكل في لبنان هلا من جديد خلص ما بقى فيك تسكن في لبنان، فطلبت منهم يجوا لهون هلا مرتاحين جدا. وهلا شعروا ليش انا بحب البحرين. كنت في مقابل بلديه في بنايه اسمها كانت الشيخ مبارك، وبعدين صارت بمدينه بيت المنامه، في المنامه كنت طبعا، وكان مكتبي في بنايه اسمها كان وقتها اسمها الشيخ مبارك بلدينج، اللي هي اجدد بنايه كانت في البحرين. وبعدين يا سيدي الكريم صارت الحركه هناك والمرور والدخله والطلعه والاساتره صعبه جدا. وانا بحب، انا دائما بتامل بخير، اذا مرتاح بمكان معين ما بحب غير، بقول الحمد لله الله اعطاني وخليني وجه رزق علينا. بس بعدين ما بقى فيك تتحمل، هسه بدي نص ساعه لفوت على الغرفه، لفوت الطريق اللي رايح مكتبي. وكانت في صعوبات جدا يعني ان يكون تنلي هناك، والمنطقه بنفسها تعبت. فالله وفقني واخذنا الارض اللي هون وعمرنا عليها. سنه كم عمرت عليها؟ هلا صار لي تقريبا شيء من 2010 تقريبا، طلع 10 سنين، 12 سنه هنا. اوه مغروم بالتراث. عندي متحف في دبي، اسمه متحف تاريخ السينما، وهو كل شيء له علاقه بالسينما قبل الكهرباء. فبيوقف عند تشارلي تشابلن الممثل المعروف هذا اللي بيضحك الناس مضحك، كان يعملوها باليد، يحركوا الصوره باليد. بس عندي تاريخها من وقت الايام العصر الحجري، لما الانسان بالعصر الحجري اخترع الحركه، تصوير الحركه، مش الحركه، تصوير الحركه. لانه بالخطا كان يولع، يحط النار يشعل النار لحتى يدفع عليها وياكل. فمارق قدام النار طلع خياله على الحيط، على حيط المغاره، صار يطلع يروح ويرجع، صار تطلع، صار يعمل اصابيعه، صار يعمل لاقي حركه. فلما يرجع من الصيد يعمل حركات لاولاده، يفرجيهم كيف تصيدوا وكيف عملوا وكيف كملوا، قصه طويله عريضه. فطبعا العالم انبسطت فيه كثير، واهله يعني اولاده، والعالم انبسط بمتحف كثير. يعني صار المتحف داخله يمكن حوالي تقريبا فوق ال 300,000 400,000 طفل، يعني خصوصا الاطفال هذول اللي بيتعلموا. وانا حاطط هناك في المتحف هذا تاريخ اليوتيوب. اذا ما كان في شيء اسمه هالسرعه هذه على التليفون بتصور بتعمل بدك اياه. كان قصه طويله عريضه. وبعدين تطورت الامور، تطورت الانسان في فتره كبيره من الزمن، وقف الزمن. يعني ما حدا عرف التاريخ اللي بين العصر الحجري والعصر الحديث اللي هو، او التاريخ الحديث اللي هو الفراعنه وهالتواريخ هذه. حتى الفراعنه اشتغلوا بالتحريك الصوره. اذا بتلاحظ الاشارات اللي بيحطوها على او النحوت اللي بيعملوها على الجدران عندهم كانت هي عباره عن عده حركات لتفرجي الصيد او تفرجي حركه معينه. وهلا عم بعمل ان شاء الله متحف قريبا هون في البحرين؟ ايه ان شاء الله. هذا حيكون مختلط في كل شيء، حنسميه ان شاء الله متحف مكناس العجائب والغرائب. طبعا هلا شخصيا هنا بحب السباحه كثير والبحر، والحمد لله حاليا طبعا، والحمد لله ساكن على البحر، والجول البيم انت بتعرف على البحر، فدائما في البحر دائما. ومكتبي على البحر. اول مره بحياتي انبسطت فيها كثير كنت في دبي، في سمكه اسمها سورد فيش، بتطير. هاد سورد يعني سمكه يعني بتطير عليك، طير اي مثل الشنعد بس كبيره، نفس الكنعد هذه الشنعد بس كبيره. بس نصائح للجيل انه ياخذ الحياه جديه، وانه يثابر، وانه لا يقبل بالفشل، ويحب يعشق اللي بيعمل مهما كان. اذا عم تاكل اعشق، كل بيعشق. واذا عم تشتغل اشتغل بشغف وعشق، وما تشتغل بشيء
ما بتحبه. يا اخي بيفوت في ناس بعرفهم بيفوت على عمله مكره، بيفوت هو زعلان فبده اي فرصه ما يجي على العمل. كيف بده ينتج هذا؟ فتفوت انت كلك امل وحيويه وتفيق صاحبك، اوه بدي اروح على عملي.